هوية بريس. عدنان برسال الكاتب الإقليمي للمكتب الإقليمي للسياحة بمدينة فاس المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بفاس المغرب. تحية نضالية لكم، شكرا. بالنسبة لهذه الوقفة احتجاجية احنا دايرينها على ود بزاف ديال المطالب. أول مطلب أننا كنطلبوا من الناس المسؤولين على القطاع السياحي بالمغرب، وزارة السياحة بالمغرب، بأنها تشوف الدعم هذا اللي تعطل، اللي مازال ما تعطاش للناس اللي واقفين على هذا الدعم هذا ديال 2000 درهم. قلنا سمعنا بأنهم لوموا تخوا غادي تعطى الدعم، لحد الساعة مازال ما كاين حتى شي حاجة، ما عرفناش المشكل شنو هو. الناس واقفين على هذه الفلوس هذه لأن الناس عندها مصاريف ديالها، عندها بزاف ديال الأمور ديالها. وبالإضافة كنطالبوا المسؤولين كذلك على القطاع السياحي ووزارة السياحة، كنطالبوا منهم بأنهم يزيدوا التمديد ديال الدعم هذا لغايه على الاقل لغايه شهر 6 ان شاء الله، لان القطاع السياحي كما كيعرف الجميع فهو تضرر كثيرا من فهاد الجائحه هذه، فاكبر المتضررين من هذه الجائحه هو القطاع السياحي. بالاضافه كنطالبوا من الناس المسؤولين ولا من المندوبيه ديال السياحه بمدينه فاس تشوف لنا حل مع المسؤولين ديال بعض الفنادق اللي غالقه البيبان ديالها في وجه العمال وما فتحش معاهم باب الحوار. هاد العمال بغاو يعرفوا راسهم غير فوقاش هاد لي زوطيل ديالهم غادي يتحلوا. كنشوفوا بان عديد ديال لوطيلات تحلوا، باغ كونتخ هاد لي زوطيل مازال ما حلوش. حنا بغينا نعرفوا هاد لوطيلات هادو فوقاش غادي يتحلوا، على الاقل هاد الاداره تجلس مع المكاتب النقابيه ديال هاد لي زوطيل وتعطيهم بعض الوعود وتعرف على فوقاش غادي يحلوا على بزاف ديال الامور. حنا ما تنطالبوش هاد الناس اللي غالقين، العمال اللي غالقين البيبان ديال لي زوطيل في وجههم ما تيطلبوش شي حاجه ماشي هي هذيك. حنا عارفين بان هذا القطاع متضرر وبان المشغل ما عندوش منين غايجيبوا الفلوس، ولكن على الاقل يفتحوا باب الحوار ويهضروا مع الناس ويبردوهم ويشوفوا معاهم شنو كاين، ولي ما لا يحلوا الفنادق ديالهم واخا ما غتكونش شي خدمه، واخا يخلصوهم يعني بلي سالير بنسب مئويه طايحه على لي سالير ديالهم ماشي مشكل، ولكن حنا غير مجرد فتح باب الحوار ونشوفوا هاد العمال هادو اللي تضروا بزاف وبزاف. بالاضافه كنشوفوا ان القطاع السياحي بمدينه فاس في جميع المجالات، نهضروا على جميع المجالات، نهضروا على الفنادق، على الرياض، على المدينه، على كل شيء واقف. هاد الناس مساكن شكون يشوف من الحاله ديالهم؟ بغينا المسؤولين يشوفوا من الحاله ديال هاد الناس هادو. احنا عارفين لو طو دوكيباسيون ديال مدينه فاس على الملء الغرف ما كاينش واحد النسبه اللي فرونتيير سادين، كلشي ساد، ولكن المسؤولين يشوفوا حلول اخرى لما لا تشجيع السياحه الداخليه، لما لا بعض الحلول باش يحركوا هاد البلاد هادي. الناس راه تضرات بزاف وكنناشدوا المسؤولين باش يعطيونا حلول هاد الشيء هذا ويشوفوا من الوضعيه ديال العمال اللي تيعانيو بزاف. وشكرا. الاسم بالعربي اسماعيل، كنشتغل بفندق رويال ميراج، بكتب الحسابات. دونك هاد الوقفة هادي كنضمنوها احتجاجا على تأخر صرف التعويضات الشهرية اللي كانت وعدت بها لجنة اليقظة، واللي ما وفاتش بهاد الوعود ديالها لهادي مدة ديال 3 شهور، والعمال كيعانيو وكيقاسيو، الناس بالأسر ديالهم ما لقاو ما يوكلوهم. دونك هاد الوقفة هادي كنضمنوها على هاد الأساس باش نحتجوا وكنطالبوا بصرف تعويضات عاجل، كما لا يخفى على الجميع ان القطاع السياحي كيعاني وان الخطوط الجويه مغلوقه والعامل كيعاني بزاف والاسر كتعاني. دونك وحنا على ابواب شهر رمضان الكريم، دونك حنا كنطالبوا بتعجيل صرف هذه التعويضات هذه وايجاد حلول عاجله للقطاع السياحي، لان كنعرفوا حنا مع هذه الازمه ديال كورونا مازال القطاع السياحي غادي يعاني. لذا كنطلبوا من الجهات المسؤوله التدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه باسرع وقت. اللي كيتداول انه هذه الاجراءات غادي تزيد تشدد في شهر رمضان، لذا غادي تزيد الاوضاع غادي تزيد تزير. ولذا كنطلبوا المسؤولين يراعيوا هذا الجانب، هذا الجانب الانساني، لان العصار ما بقى لها فين تزيد، راه وصلت لها الموصل العظم صافي. اذا خص وجود حلول عاجله. هوية بريس.